البروفيسور الدكتور إحسان بهلوان. يهدف قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية لدينا إلى تدريب الخريجين على مهارات حل المشكلات ومهارات التفكير التحليلي، وخاصة المهندسين ذوي المهارات التطبيقية العالية بتعاون قوي مع الصناعة، بالإضافة للمساهمة في العلوم والتكنولوجيا في العديد من المجالات المختلفة للهندسة الكهربائية والإلكترونية. إن قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية لدينا هو القسم الأول والوحيد المعتمد في تركيا من وكالة تقييم واعتماد الهندسة الكهربائية والإلكترونية MUDEK. يوجد في قسمنا في السنة الأولى دروس نظرية عامة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ودروس مدخل للهندسة. لدينا في السنة الثانية مقررات رئيسية تشكل أساس دروس التخصص مثل المعادلات التفاضلية والتحليل العددي والإلكترونيات والدارات الكهربائية. كما تبدأ في السنة الثالثة إلكترونيات الطاقة والاتصالات والآلات الكهربائية والدروس الاختيارية. يوجد في السنة الأخيرة كما ذكرت من قبل مشروع تخرج وتصميم هندسة كهربائية وإلكترونية ونموذج تعليمي 7+1، وهو ما نسميه عمل بدوام كامل في الصناعة والتعليم والدروس الاختيارية. لدينا 10 مختبرات في قسمنا للطلاب ليتم تدريبهم بأفضل طريقة ممكنة، حيث يتم تقديم دروس مثل مقدمة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية في مختبر الدارات الكهربائية والأنظمة. يتم في مختبر الإلكترونيات الكهربائية تدريس دروس مثل تصميم الدارات الرقمية ومقدمة إلى الدارات الرقمية، وأيضا الدارات الكهربائية الإلكترونية بشكل تطبيقي. بالإضافة إلى المختبرات التي ذكرتها، يتم أيضا تنفيذ مختبر المرافق الكهربائية الخاص بنا، حيث يتم عمل درس الإضاءة. كما يوجد لدينا مختبر تحكم وروبوتات من أجل دروس التحكم والروبوتات. يتم تطبيق النموذج التعليمي 7+1 في قسمنا كما في كامل كلياتنا، حيث يتلقى طلابنا في هذا النموذج تدريبا بدوام كامل في الشركات والمصانع في القطاع لفصل دراسي واحد في الفصلين 7 أو 8. أبرمت جامعتنا اتفاقيات إراسموس مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة. يستفيد في هذا السياق طلابنا الذين يتقدمون ويستوفون المعايير من فرصة تعليم إراسموس في الخارج في فترات معينة. هناك أيضا برامج مولانا وفارابي إلى جانب فرص إراسموس.